دانج فيفر او دانجي فيفر او حمى الضنك، مش حمى الضنك زي ما الناس بتقراها، وليها مسميات تانية زي حمى عدن او حمى اليمن، وده طبعا هيدل ان المشكلة دي موجودة اكتر في الاماكن الحارة. ليها اسم تاني زي حمى ابو ركب او حمى تكسير العظام، والحقيقة ان الموضوع ده كده اسم على مسمى. والحقيقة ان المسميات الانجليزية للحمى دي مش بعيدة قوي عن المسميات العربية، يعني بيسموها بريك بون فيفر او حمى تكسير العظام، دانجي هيموريجيك فيفر او حمى الضنك النزفية اللي بيكون معاها نزيف، او دانجي تشوك سيندروم. وهنعرف اثناء الفيديو ده ايه الفرق ما بين كل اسم والتاني والاعراض اللي بتظهر معاها بالتفصيل. هتقول لي يا عم حسين انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ انت بتقول في حمى وفيها الام في العظام، خلاص الموضوع بسيط، ادي الشخص ده كده كوبايه شاي مع اسبرينه، ادي له حقنه فولتارين، ادي له بروفين مسكن الالام والحكايه هتمشي. اقول لحضرتك انت كده مش هتقضي على المرض، انت هتقضي على المريض نفسه، وهنعرف ليه في نهايه الحلقه دي. خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناة اوكتاس فارماسيست، وحلقة جديدة من حلقات From A to Z. اهلا بيك. في البداية دي عناوين حلقة النهاردة، لو حضرتك عاوز عنوان معين جر الفيديو للدقيقة اللي هيبدأ عندها العنوان ده. لو حضرتك عاوز تعرف كل حاجة عن حمى الضنك خليك معايا من البداية للنهاية. اول عنوان معانا كده النهاردة، وزي ما تعودنا تعالوا نحكي الحدوتة واللي هنفهم منها كام نقطة مهمة هتلم لنا الليلة كلها في موضوع حمى الضنك. مرض حمى الضنك هو في الاساس حمى فيروسية، يعني السبب في كل الاعراض اللي هنتكلم عنها ده عبارة عن فيروس. الفيروس ده اللي بتنقله نوع من انواع الناموس بنسميها ايدس، ودي في منها نوعين مشهورين جدا، اشهرهم ايدس ايجيبتاي او الزعجة المصرية، ده اسم الناموسة اللي بتنقل الفيروس ده. المرض ده في بداية انتشاره كان مشهور في الاماكن الحارة زي مثلا وسط افريقيا وفي بعض اماكن الشرق الاوسط، لكن مع الوقت والتغير الجيني الناموسة دي قدرت تعيش في أماكن باردة أكتر بكتير من الأماكن الحارة، يعني دلوقتي بقينا بنشوف الناموسة دي موجودة حتى كمان في أوروبا. والعلماء اكتشفوا نوع من الناموس بيسموه إيدس ألبوبيكتس، يقدر يعيش في الأماكن حتى كمان الجليدية. الفيروس ده دانج فيفر فيروس أو DENV من عيلة متأصلة الحقيقة، عيلة بنسميها فلافي فيردي اللي منها الحمى الصفراء والزيكا فيروس وغيره. الفيروس ده اوقات انتشاره بتبقى دايما بعد نزول الامطار الموسمية، الجو بيبقى حر جدا، تنزل الامطار تعمل لنا بقع او برك من المية، الجو بيتحسن شوية، درجات الحرارة بتنخفض سنة بسيطة، عندها البيض بتاع الناموس ده بيبدأ يفقس. البيض ده بيحتاج درجة حرارة تقريبا 29 درجة مئوية، والناموسة الواحدة بتقدر تحط حوالي 200 بيضة كاملين. وفي البلاد الحارة طبعا الناس بتنتظر نزول المطر عشان الجو يتحسن، الناس بتخرج في الأماكن المكشوفة اللي فيها برك مية، واللي معاها الناموس بيبقى منتشر جدا ويبدأ بقى يلسوع الناس. ببساطة الناموسة بتنقل الفيروس عن طريق اللعاب بتاعها أثناء مص الدم. الفيروس أكيد هيتقابل بخلايا مناعية في الجلد، لكن الحقيقة المناعة ما بتقدرش عليه، والفيروس تقريبا بياخد له من 3-14 يوم في مرحلة الريبليكيشن اللي هو عمال يتكاثر في الجسم بشكل كبير، اللي هي فترة الحضانة، ودي بتحصل في الليمف نود. بعديها بيبدأ بقى الفيروس يدخل الدم ويبدأ تظهر على الشخص أعراض حمى الضنك. الفيروس ده لو اتصبت بيه مرة واحدة بيديك مناعة مدى حياتك كلها. طيب حلو قوي؟ لا الحقيقة مش حلو، لأن الفيروس ده عندنا منه أربع أنواع، DENV 1 و2 و3 و4. لو اتصبت بنوع واحد هيديك مناعة من نفس النوع ده مدى الحياة، لكن ما يديكش مناعة للأنواع التانية إلا سنتين بس، ودي بقى الخطورة بتاعت إعادة الإصابة مرة تانية، لأن مشاكل حمى الضنك ما بتظهرش في العدوى الأولى، ده بتظهر واضحة جدا في العدوى التانية. هنفصص وهنفهم الكلام ده كويس لما نتكلم في العنوان التاني عن أعراض وتطور المرض.
العنوان الثاني معانا النهارده وهو يا ترى بقى ايه هي اعراض المرض وايه هي مراحل تطور المرض دوت. حمى الضنك ليها 3 مراحل اساسيه، اولهم مرحله الفيبرال فيز او مرحله الحمى اللي بيكون معاها حراره عاليه جدا، المرحلة الثانية والخطيرة بيسموها critical phase ومن اسم على مسمى دي بتحتاج فعلا مستشفى، أما المرحلة الثالثة فبيسموها recovery phase اللي معاها بتبدأ بقى الأعراض تختفي والشخص بيرجع لحالته الطبيعية. تعالوا نتكلم كده على أول مرحلة وهي مرحلة الفيبرال فيز أو مرحلة الحمى. 99% من الناس اللي بيتصابوا بحمى الضنك ما بيعدوش للمرحلة الثانية، دايما بياخدوا المرحلة الأولى مرحلة الحمى والموضوع بينتهي والشخص بيرجع طبيعي. بس ده بيحصل امتى؟ بيحصل مع الإصابة الأولى فقط، لكن لو الشخص اتصاب مرة تانية هياخد كل المراحل بالكامل. طيب المرحلة دي مرحلة الحمى ايه هي الأعراض المميزة جدا ليها؟ تخيلوا معايا كده شلة خرجت مع بعض للبر بيصطادوا ولا حاجة وهيفضلوا موجودين في الرحلة دي كام يوم؟ شخص اتصاب مع بداية الرحلة بعد 3-4 أيام بدأت تظهر عليه الأعراض بتاعت الحمى دي. الشخص ده بيصحى من النوم بيرتعش وجسمه مزفزف جدا ودرجة حرارته بتعدي ل40، جسمه فعليا بيبقى حار جدا، جسمه مولع نار. وتاني حاجة مميزة جدا للنوع ده من الحمى يقولك أنا حاسس أن أنا عندي صداع قوي جدا، حاسس أن عينيا هتطلع من وشي. فعلا الصداع بيكون متركز في منطقة العين ودي اللي بيسموها ريترو اوربيتال اي بين. صحابي يقولوا له طب ما تيجي مع بعض نروح المستشفى نشوف ايه المشكلة، يقول لك فعليا انا مش قادر اتحرك، انا حاسس زي ما يكون واحد ضاربني علقة قوية جدا. وده تالت عرض في المرحلة دي ودي اللي بيسموها بريك بون فيفر، الحمى بتاعة تكسير العظام. عنده ألام في العضلات قوية جدا، عنده ألام في المفاصل قوية جدا، ممكن في بعض الحالات القليلة يحصل معاه شوية مغص ترجيع غثيان، لكن في الغالب ما بيحصلش معاه إسهال. يومين ثلاثة في العذاب والألام والحرارة دي يصحى من النوم يلاقي وشه محمر جدا ومنفخ جدا، وبعديها بتبدأ تظهر في جسمه كله بقع وبطش حمراء واللي بيسموها ماكرو بابيولار راش. ومع ظهور البطش دي على الجلد بيبدأ يظهر عنده التهاب في الحلق، كحة والتهاب في الصدر، ممكن تضخم في الكبد، وممكن بعض المشاكل في الغدد الليمفاوية. البقع والبطش اللي بتظهر على الجسم دي بتاخد لها يوم أو يومين وبتختفي. وخلي بالك ودي نقطة بقى مهمة جدا في التمييز ما بين الأمراض وبعض، بداية من ظهور الأعراض والحمى وتكسير العظام لغاية اختفاء الحرارة واختفاء البطش على الجلد بتاخد لها بحد أقصى 7 أيام فقط. لو الحمى عدت ال7 أيام يبقى الحمى دي ما هياش حمى الضنك. زي ما اتفقنا 99% من المرضى بياخدوا المرحلة الأولى دي مرحلة الحرارة وتكسير العظام وبيخف تماما، بيدخل مباشرة على مرحلة الريكفري فيز أو المرحلة الثالثة وما بيعديش على المرحلة الثانية. خلي بالك زي ما اتفقنا مين هم الناس اللي بيروحوا على المرحلة الثانية؟ ايوه برافو عليك، الشخص اللي بيتصاب للمره الثانيه بمرض حمى الضنك. المرحله الثانيه في اعراض حمى الضنك وهي مرحله الكريتيكال فيز او فعلا المرحله الحرجه. لو الشخص اتصاب للمرة التانية بحمى الضنك بعد بيعدي المرحلة الأولى واللي بتستمر تقريبا 7 أيام بيبدأ يخش بقى في المرحلة التانية الحرجة وبتبقى قوية جدا على بعض الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة، زي مثلا مريض ضغط، مريض سكر، كبار في السن، واحد عامل عملية زرع أعضاء وغيره. المرحلة التانية أو مرحلة الخطر دي فعلا مرحلة غريبة جدا، أعراضها بتحصل بعد ما الشخص يكون خف تماما والأعراض اختفت، يعني قاعد من 3-7 أيام بدون حرارة أو ألام والدنيا عنده بقت جميلة جدا، يا دوبك الشخص كده لسه بيسترجع عافيته من المرض تبدأ تظهر عنده بشكل واضح جدا أعراض انخفاض الصفائح الدموية الثرومبوسيتوبينيا. الصفائح أو البليتلت بتاعت الدم لما بتقع شيء طبيعي هيبدأ يحصل نزيف، لأن الصفائح الدموية دي هي دي اللي بتدي اللزوجة بتاعت الدم،
فلما بتنزل يبدأ يحصل سيولة. طيب لما بيحصل سيولة عالية أتوقع يحصل نزيف من أي مكان في الجسم، يعني ألاقي الشخص ده عمال يرجع دم هيماتيميسيز، ألاقي الشخص ده عمال ينزف من الأنف إبستاكسس، ألاقي الشخص ده أثناء عمل حمام ممكن ينزل دم لونه أحمر، دم فريش، ودي اللي بيسموها هيماتيكيزيا، أو ممكن بلاقي الدم اللي نازل ده لونه أسود، ودي بيسموها الميلينا. وبالنسبة للستات بنلاقي معاهم الدورة نازلة بكثافة شديدة جدا وبشكل عنيف جدا، ودي اللي بيسموها المينوريشيا. أعراض النزيف دي أهم وأشهر أعراض وأخطر أعراض في المرحلة الثانية، مرحلة الكريتيكال فيز. العرض الثاني المهم في مرحلة الكريتيكال فيز ان الفيروس لما بيزيد جدا بيهيج جدا المناعة ضده. المناعة لما بتزيد بتعمل لي حاجة بنسميها سايتوكاينز ستورم، يعني العاصفة بتاعت المناعة. المناعة لما بتهيج جدا بتروح تضرب في جدار الأوعية الدموية. الأوعية الدموية عاملة زي الشبكة، لما بيحصل فيها التهاب بسبب المناعة بتبدأ توسع وتبدأ تسرب لي للبلازما. طيب لما بيحصل بلازما ليكج، البلازما دي تهرب من الدم، ايه المشكلة اتوقعها؟ اتوقع ان كمية الدم اللي ماشية في الأوعية الدموية هتقع جدا، الدم حجمه هيقل، معنى كده ان الدم اللي وصل لكل أعضاء الجسم هيقل، فيقوم يحصل بقى فشل في كل الأعضاء في الجسم، فشل في الكلى وفي الكبد وفي المخ وغيره. وطبعا كل الاعراض دي هي اعراض ايه؟ اعراض الصدمه او التشوك، زيها زي ما يكون واحد عامل حادثه وعمال ينزف، لما الدم بتاعه يقع جدا هيحصل عنده الصدمه او التشوك، وبسبب الاعراض دي جه الاسم بتاعها دانج شوك سندروم. وطبعا المريض لو ما اتعالجش من الاعراض دي في المستشفى فعليا بتبقى حياته في خطر. علشان كده احنا قلنا المرحلة دي مرحلة الكريتيكال فيز. مرحلة الكريتيكال فيز مشهورة بحاجتين مهمين جدا، اولهم مرحلة النزيف وتانيهم مرحلة التشوك او الصدمة. طيب المريض في المستشفى يومين تلاتة واتلحق والدكاترة عملوا اللي عليهم، عدنا المرحلة دي بس لمدة يومين، الشخص بيتعافى وبيعدي مرحلة الكريتيكال فيز ويروح على المرحلة التالتة بقى، وهي مرحلة التعافي او الريكوفري فيز. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الريكوفري فيز أو مرحلة التعافي، معاها الالتهاب اللي كان حصل في الأوعية الدموية بيبدأ يختفي، البرميابيليتي بتاعت الأوعية الدموية بترجع لطبيعتها وتبدأ البلازما ترجع مرة تانية للدم، وكمان الصفائح الدموية بترجع للمستوى الطبيعي بتاعها، ومعاها بترجع اللزوجة بتاعت الدم للوضع الطبيعي. لكن الحقيقة في المرحلة دي بتحصل حاجة غريبة حبتين، أعراض الراش أو الالتهابات اللي حصلت في الجلد اللي بيسموها ماكلوبابر راش بتبدأ ترجع مرة تانية. مرض غريب فعلا، مع ظهور الراش دي بيحصل معاها حكة شديدة حبتين. الأعراض الجلدية والراش والحكة دي تقريبا بتاخد لها من يوم لخمس أيام وبتبدأ تختفي، والشخص بيكمل كده على شوية ألم في العظام والمفاصل لمدة أسبوعين وبتنتهي الأعراض كلها تماما. العنوان الثالث معانا في حلقة النهاردة، وهو يا ترى الطبيب ازاي بيشخص مرض حمى الضنك. الحقيقة ان اعراض الحمى دي متشابهة مع امراض كتيرة جدا، لكن حرفيا لو الطبيب قدر ياخد الهيستوري والتاريخ المرضي كويس جدا لبداية ظهور اعراض الحمى دي بيبقى سهل عليه يتوقع ان الحمى دي حمى الضنك، وهي ان الشخص خرج في مكان مفتوح كان فيه بقع مية، ممكن كان في ناموس في المكان، لما ظهرت عليه الحمى في البداية ظهرت معاها ألام في العين، وكمان ظهرت ألام شديدة جدا في العظام والمفاصل. ساعتها مع الشك في وجود حمى الضنك بنعمل تحليل بسيط جدا وسريع جدا بيسموه دانجي IgM، يعني بنشوف الاميونوجلوبولين في الدم الخاص بالفيروس دوت، يعني هل فعلا في خلايا مناعية تكونت ضد الفيروس ده ولا لا. هتقول لي يا عم هو الجسم هيلحق يعمل خلايا مناعية ضد الفيروس ده؟
اقول لحضرتك من حسن حظنا ان المناعه بتكون اي جي ام ضد الدنج فيفر تقريبا في خلال 4 ايام من بدايه العدوى، يعني حتى بيبقى المريض لسه ما ظهرش عليه اي اعراض تماما. العنوان الرابع معانا في حلقة النهاردة، وهي يا ترى بقى ايه هي خطوات علاج حمى الدنك او الدنج فيفر. الحقيقة ان العلاج في جميع المراحل بتاعته بيبقى عبارة عن سبورتيف كير، يعني بنراعي المريض، يعني بنعالج الاعراض اللي ظهرت فقط، يعني نعمل كمادات مية باردة للمريض، المريض عنده ألم في العظام نديله مسكنات. وهنا بقى نقف، ودي النقطة اللي كنت بدأتها في اول الحلقة، يا ترى المسكنات العادية القوية زي الفولترين والإيبوبروفين والأسبرين وغيره ينفع نستعملها في الحكاية دي ولا لا؟ أقول لحضرتك استعمال المسكنات القوية مع حمى الدنك فعلا ممكن يبقى مميت للشخص دوت. ليه؟ لو خدت بالك أنا قلت لك إن من أهم أعراض الحمى دي إن بيحصل معها ثرومبوسايتوبينيا، يعني نقص جدا في عدد الصفائح الدموية، واستخدام المسكنات القوية زي الفولترين والبروفين وغيره هيوقع لي جدا الصفائح دي بزيادة. معنى كده انك هتعرض المريض ده لحالة نزيف قوية جدا. فالحل هنا مع الحرارة وألم العظام والمفاصل ان انا استعمل حاجة زي الباراسيتامول، زي البنادول، بس بجرعات عالية حبتين، منه هيسكن الألم وهيخفض الحرارة وملوش تأثير على موضوع النزيف. من الحاجات الأساسية أثناء علاج المرض ده إن أنا بعوض المريض بعصاير وسوائل بشكل كبير جدا. في حالة ظهور البقع الجلدية والراش والحكة أديله لوشن مرطب، ممكن أديله أقراص حساسية، كل الحاجات دي هتبقى كويسة وفعالة جدا. ناخد بالنا بقى من حبايبنا اللي بيحبوا جدا خلط الحقن مع بعض. الحالة دي السبب فيها مين؟ السبب هنا هو عبارة عن فيروس، يعني اللي بيخلط حقنة كورتيزون مع حقنة مضاد حيوي ويديها ده نوع من أنواع العك، ده ما ينفعش نعمله تماما. الكورتيزون هنا هيبقى ليه مشاكل كبيرة جدا لأنه هيزود النزيف بتاع المعدة، وكمان المضاد الحيوي ملوش لازمة تماما لأن الأعراض دي أعراض فيروسية ما هياش بكتيرية. وكمان الأدوية المضادة للفيروسات الأنتي فيرال دراجز ملهاش أي فعالية على الدنجي فيروس. يجي السؤال المهم، إمتى المريض لازم يتنقل المستشفى؟ في أي مرحلة من المراحل بيظهر فيها نزيف. غير كده الطبيب بيعالج الأعراض كلها في البيت، لكن مع بداية ظهور أي نزيف في الجسم لازم طبعا بيتنقل معاها المستشفى. العنوان الخامس والأخير معانا في حلقة النهاردة، وهو يا ترى إيه هي أهم التعليمات وهل فعلا في تطعيم ضد حمى الدنك ولا لا؟ أول حاجة بالنسبة للأكل بتاعنا، مفيش أكلات معينة مسموحة ومفيش أكلات معينة ممنوعة، أهم حاجة يبقى الغذاء متوازن جدا. وكمان بالنسبة لشرب المية والعصير مهم جدا ان احنا نعمل تروية كويسة للجسم. الحاجة التانية مفيش حركة قوية، لازم الشخص ينام فترة كبيرة لان هنا الراحة مهمة جدا بالنسبة له. الحاجة التالتة بالنسبة لطرق الوقاية، لو الشخص هيخرج في اماكن مفتوحة ومعروف ان البلد دي متوطن فيها حمى الدنك يبقى لازم بنستخدم بخاخات او دهانات او اساور بيبقى فيها مواد طبيعية طاردة للناموس من الاساس. طيب بالنسبة للناس اللي هيسافروا بلاد معروف ان المرض ده منتشر جدا فيها، بيعمل ايه؟ لازم ياخد التطعيم قبل السفر. حاليا شركة سانوفي عاملة تطعيم بيسموه دانجي فاكسيا، والتطعيم ده فعال جدا ضد الاربع انواع بتوع فيروس حمى الدنك. هتقولي طب حتى لو الشخص كان اتصاب قبل كده بفيروس حمى الدنك لازم ياخد تطعيم؟ اه طبعا، احنا اتفقنا اللي بيتصاب مرة واحدة بياخد مناعة ضد نوع واحد بس اللي هو اتصاب بيه، لكن بقية التلات انواع ممكن يتعدي بيهم. علشان كده التطعيم ده مهم جدا لشخص ما اتصابش قبل كده بحمى الدنك او اتصاب قبل كده مرة. بكده يكون فيديو النهاردة من سلسلة From A to Z انتهى. اتمنى ان اكون قدمت لحضرتك معلومه جديده ومفيده. في النهايه يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو والقناه تعمل لايك سبسكرايب وشير، وكمان ما تنساش دعم القناه على باتريون وعلى باي بال وكمان على اليوتيوب. دمتم بخير، حسين لطفي.